أهلا بكم مشاهدينا أينما كنتم في هذه التغطية المباشرة لزيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه على رأس وفد رفيع المستوى إلى روسيا الاتحادية، حيث من المقرر أن يقوم سموه رعاه الله بإجراء مباحثات رسمية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي، تتناول في المقام الأول جملة من التحديات وجملة من بحث العلاقات الثنائية والقضايا الثنائية والقضايا المحلية المشتركة بين البلدين، فضلا عن التوقيع على عدد من الاتفاقيات السياسية والنفطية والاقتصادية والثقافية، وإلى اتفاقيات أخرى مختلفة تتناول أهم العلاقات وتعزيزها بين البلدين. كان حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه قد وصل بحفظ الله ورعايته عصر أمس إلى مطار سوتشي الدولي بروسيا الاتحادية الصديقة، وذلك في زيارة يجري سموه خلالها مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة، حيث كان في استقبال السمو على أرض المطار وزير روسيا الاتحادية لتنمية الشرق الأوسط ألكساندر غالوشكا ومحافظ مدينة سوتشي أناتولي باخاموف وسفير دولة الكويت لدى روسيا الاتحادية عبد العزيز أحمد العدواني وأعضاء السفارة. حقيقة في هذه الزيارة برزت أقلام روسية جديرة بتسليط الضوء وأيضا أصوات روسية من مثقفين وروسيين كثيرين علقوا على زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه إلى روسيا الاتحادية. في تسليط للضوء يحكي قصة تعاون منذ 50 عاما أسسها وبناها ودعمها حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بينما كان وزيرا للخارجية في دولة الكويت. أبرز كتاب روسي صدر أخيرا الإنجازات التي حققها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في مجال السياسة الداخلية والخارجية. الكتاب ألفته رئيسة قسم الشرق الأوسط في الجامعة الروسية الدكتورة يلينا ميلاكومين، التي وصفت سمو أمير البلاد بأنه قائد سياسي محنك وحكيم، مشيرة إلى الدور الذي لعبه مرارا في معالجة الأزمات الإقليمية وحل الخلافات بين الدول. ولتسليط الضوء أكثر على هذه الإضاءة الثقافية الروسية الكويتية، معي من روسيا رئيسة قسم الشرق الأوسط المعاصر في الجامعة الروسية الدكتورة يلينا ميلاكومينيا، التي وصفت سمو الأمير كما قلنا بأنه قائد إنساني محنك. دكتورة مساء الخير. مساء النور. دكتورة، ما الذي استوقفك وأنت بدأت في كتابة هذا الكتاب الكبير لمحطات وشخصية حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه؟ أنا كتبت هذا الكتاب لأن الكويت دولة مهمة جدا في الشرق الأوسط، وبرأيي هذه الدولة الصغيرة دائما تلعب دورا مهما في تاريخ العلاقات بين بلدينا، وكذلك في تحليل في حل كل القضايا الإقليمية. نعم. ولذلك أنا كتبت الكتاب الأول، وبعد ذلك المواصلة لهذا الكتاب، الكتاب الثاني مكرس لمرحلة القرن 21. نعم دكتورة، الآن كما تعرفين الوضع شبه معقد في منطقة الخليج وأيضا في المنظومة الإقليمية التي تحيط بالدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط. الكويت كما أنت أكدتين في هذا الكتاب المهم
بأنها كانت النافذة الوحيدة لدول مجلس التعاون، لعله أيضا من الدول العربية الأولى في إقامة علاقات دبلوماسية سياسية كبيرة منذ عام 63. هذا الزخم الكبير دكتورة، وهذا العطاء بين الدولتين، بين دولة الكويت وروسيا الاتحادية، الاتحاد السوفيتي سابقا، كيف يمكن أن نستثمر هذه المعطيات في حل كثير من القضايا، ولعل رأسها الآن الملف السوري المعقد؟ أظن أن العلاقات بين دولة الكويت وروسيا الاتحادية وقبل بين الكويت والاتحاد السوفيتي كانت دائما علاقات ودية، وهي كانت متأسسة على أساس الاحترام المتبادل، وكذلك التفاهم. وأريد أن أقول أن أهم شيء أن ما كانت الاختلافات كثيرة بين وجهات النظر لروسيا وللكويت، الخاصة للقضايا الدولية والقضايا الإقليمية. نعم دكتورة، يعني أيضا في هذه الزيارة لحضرة صاحب السمو ستفتح أفاق رحبة بالتعاون النفطي والعسكري والسياسي وأيضا الثقافي بين الدولتين. نستذكر وأنت كتبت الكتاب دكتورة، يعني منذ ما يقارب 100 عام كانت السفن الروسية قد أتت إلى دولة الكويت، ونتكلم على أكثر من 50 عاما من العلاقات الدبلوماسية بين دولة الكويت، ونتحدث عن زيارة الآن مهمة بكل المقاييس، عن زيارة حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه، وأيضا توقيع الاتفاقيات اليوم بعد حفل الغداء الذي يقيمه الآن فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على شرف حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه. إلى أين ينظر يعني الرأي العام، وأنت أستاذة جامعة، الرأي العام على الأقل العلمي والأكاديمي في هذه الزيارة، إلى أين ستصل أفاقها وأيضا نتائجها بين الدولتين؟ أنا آمل أن ستكون بين القضايا التي ستتحدث حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح أحمد الصباح ورئيس الروسي الاتحادي فلاديمير بوتين، القضايا تطوير العلاقات العلمية بين بلدينا، لأن العلاقات العلمية والعلاقات الثقافية مهمة جدا للتفاهم بين شعوب دولتينا، ومهم جدا كذلك للتفاهم أكثر القضايا التي تواجهها المنطقة في الوقت الحاضر وتواجهها العالم الحاضر. نعم دكتور، أيضا في الشأن الآخر، روسيا وأيضا والكويت لهم علاقات متينة كما ذكرت أنت في هذا الكتاب المهم منذ ما يقارب أكثر من 50 عاما، وسلطنا الضوء على الرحلات الروسية إلى دولة الكويت، ونتكلم الآن على الموقف الروسي إبان الاحتلال الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت، وكيف كان الموقف الروسي واضحا وجليا مع الشرعية الدولية ودعم هذه الدولة التي احتلت في ذلك الوقت. لكن دكتور، أيضا ما بعد الاحتلال وما بعد الإعمار لعب الاتحاد السوفيتي سابقا روسيا حاليا دورا كبيرا في إعادة إعمار دولة الكويت، وأيضا على مسألة الأسرى والمفقودين لعب أيضا الإدارة الروسية دورا كبيرا في البحث عن الأسرى من مفقودين ومن رفات الأسرى، وكان الدور الإنساني أيضا لروسيا الاتحادية واضحا مع دولة الكويت. أيضا دكتورة، في هذا المقام كيف يمكن أيضا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يستفيد أيضا من حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، لعله في المقام المتعلق بالقضية السورية والأزمة السورية المعقدة؟ كما تعرفين الكويت احتضنت 3 مؤتمرات دولية مانحة لدعم الوضع الإنساني في دولة الكويت، وبالتالي أصبحت الكويت مركز للعمل الإنسيات وحضرة صاحب السمو أمير البلاد قائدة للعمل الإنساني.
كيف سيستفيد الرئيس الروسي من هذه المحادثات مع حضرة صاحب السمو في دفع القضية السورية إلى واجهة دبلوماسية قد تخفف نوع من الاحتقان وتحل الأزمة بشكل على الأقل جذري؟ في رأيي نعم، بين القضايا التي ستتحدث حضرة صاحب السمو الشيخ رباح الصباح ورئيسنا فلاديمير بوتين ستكون القضايا الخاصة للمنطقة الشرق الأوسط، لأن الوضع هناك صعب جدا، و دولتنا تحاول أن تحل كل هذه القضايا بطريقة سلمية، ولكن في بعض الاختلافات بين وجهات النظر لروسيا ولدول مجلس التعاون والسويد أحد من إحدى من دول مجلس التعاون، ولذلك أنا أظن أن ستكون هذه المباحثات مفيدة جدا لتقريب وجهات النظر بين بلدينا. نعم، رئيسة قسم الشرق الأوسط المعاصر في الجامعات الروسية الدكتورة يلينا ميلوكوميان، شكرا دكتورة جزيلا لك من موسكو. كما ذكرنا مشاهدي الكرام في أن هذه الزيارة تحظى باهتمام روسي كبير من الأوساط الدولية التي تنظر إلى زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بأنها زيارة مهمة بكل المقاييس، نظرا لحساسية هذه الزيارة في الزمان والمكان وأيضا في هذه المباحثات الرسمية التي ستعلق عليها كثير من الآمال الدبلوماسية والسياسية، سيما وأن الأزمة الروسية وأيضا الإدارة الروسية كبيرة جدا في هذا المقام. أبرز كتاب روسي صدر أخيرا الإنجازات كما ذكرنا التي حققها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في مجال السياسة الداخلية والخارجية. الكتاب ألفته رئيسة قسم الشرق الأوسط في الجامعة الروسية الدكتورة يلينا ميلوكوميان التي وصفت سمو الأمير بأنه قائد سياسي محنك وحكيم، مشيرة إلى الدور الذي لعبه مرارا في معالجة الأزمات الإقليمية وحل الخلافات بين الدول. الكويت في حقبة الألفين، التطور الداخلي والسياسة الخارجية، هو العنوان الذي حمله أبرز كتاب أصدر باللغة الروسية للمستشرقة الروسية الدكتورة يلينا ميلوكوميان رئيسة قسم الشرق المعاصر في الجامعة الروسية. الشيخ صباح الأحمد الصباح: لقد اخترت شخص صاحب السمو الأمير صباح أحمد الصباح لأنه قائد سياسي فذ ومحنك ولديه حكمة سياسية واسعة، سيما للدور الذي لعبه في معالجة الكثير من الأزمات الإقليمية وحل الخلافات بين الدول وقدرته على التطوير في مجال السياسة الداخلية وممارسة الديمقراطية الحقة. الكاتبة حملت صفحات الكتاب الإنجازات التي عاشتها دولة الكويت ودور السلطتين التشريعية والتنفيذية في الحياة السياسية للبلاد منذ تولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم في عام 2006 حتى اليوم. كما ركز الكتاب على دور سموه في معالجة الأزمات الإقليمية وقيادته لمسيرة التطور في البلاد. كتبت عن اهتمام سمو الأمير بتطوير العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي وتقنية الأجواء مع دول الجوار، وكذلك ركزت على مراحل تطور العلاقة الروسية الكويتية والتي بلغت أوجها بتوقيع الاتفاقية الأمنية في عام 1993 وتشكيل لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي التجاري والتكنولوجي بين البلدين، والتي انعقدت جلستها في عام 2002 في كل من موسكو والكويت. وحول زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تحدثت ميلوكوميان: إنها زيارة تاريخية هامة لأنها تأتي في وقت عصيب تشهده منطقة الشرق الأوسط، ولدي إيمان كبير بشخص سموه في إيجاد حلول مناسبة من خلال المباحثات التي سيجريها سموه والرئيس فلاديمير بوتين.
الجدير بالذكر أن للكاتبة عدة مؤلفات سبقت إصدارها الأخير، تحدثت فيها عن دولة الكويت وقائدها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. الكتاب لاقى ترحيبا واسعا في الأوساط الروسية الثقافية والسياسية، ونظرا لأهميته ستعمل الكاتبة يلينا ميلكوميا على ترجمته للغات أخرى. لتلفزيون دولة الكويت، ثريا الفراء، موسكو. ولتسليط الضوء على زيارة سمو أمير البلاد إلى روسيا الاتحادية، ينضم إلينا عبر الهواء مباشرة من مدينة سوتشي الروسية موفى تلفزيون دولة الكويت الزميل عيسى. بداية، كيف ترى أنت وأنت في سوتشي الآن مدى زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد، هذه الزيارة التي تعني الأهمية بالنسبة للسياسيين والإعلاميين الروس؟ الحقيقة تكتسب زيارة حضرة صاحب السمو والوفد الرفيع المستوى المرافق له أهمية استثنائية لما تشهده المنطقة من تحولات سياسية والعالم. وتكمن أهمية زيارة حضرة صاحب السمو إلى روسيا في توصيل وتأكيد العلاقات الطيبة التاريخية التي تجمع بين روسيا الاتحادية ودولة الكويت، ونحن نعرف ويشهد التاريخ بأن حضرة صاحب السمو هو مؤسس العلاقات السوفيتية الروسية، وهو كان رسالته السامية بتدعيم العلاقات في كافة المجالات في روسيا الاتحادية. اعتمد المراقبون والمحللون السياسيون والصحفيون واعتبروا زيارة حضرة صاحب السمو بتاريخية وهامة جدا لمناقشة كافة المسائل بما يخص منطقة الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب الدولي. وروسيا تعول على الدور وثقل ووزن حضرة صاحب السمو بما يحظى به من ثقل في على المستوى الدولي والإقليمي في حلحلة هذه المسائل العالقة في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وفي قضايا مختلفة، المسائل السياسية والعالقة والشائكة، وفي مكافحة الإرهاب الدولي. لا شك أن ويحظى حضرة صاحب السمو الأمير بحفاوة خاصة من فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لما لشخصيته وسموه كقائد العمل الإنساني لما يحظى به من ثقل ووزن كبير على المستوى الإقليمي والدولي. عيسى، أمام القمة الروسية الكويتية الكبيرة الآن، ما هي أبرز الملفات المطروحة أمام سموه حفظه الله ورعاه وأيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؟ لا شك أن لقاء القمة بين الزعيمين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسمو الأمير ستناقش العلاقات الثنائية الطيبة والتاريخية وتكريس هذه العلاقات وفتحها إلى مدارات أوسع، وستعرج هذه القمة على قضايا كثيرة منها الأزمة السورية ومكافحة الإرهاب وقضايا الأمن الدولي والاقتصاد ومجالات كثيرة في الاقتصاد والثقافة. وروسيا تشهد وشهدت أكثر من مرة الثقل الثقافي الذي مارسته وقامت به دولة الكويت ممثلا في معرض ذخيرة الدنيا لمقتنيات الشيخ ناصر وقرينته الشيخ حصة صباح، الذي جعل روسيا والرأي العام الروسي يؤكدون ويشهدون على الحضارة التي تحظى بها دولة الكويت والإرث الثقافي والحضاري لدولة الكويت. نعم، الزيارة التي يقوم بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد عيسى حفظه الله ورعاه لجمهورية روسيا الاتحادية تحظى كما ذكرت بزخم كبير من قبل الرأي العام الروسي، وينظرون إليه نظرة أيضا نظرة القائد الإنساني الكبير. حدثنا عيسى عن أهم جدول وزيارة حضرة صاحب السمو، أهم برنامج هذه الزيارة. نعم، نحن الآن في القصر الرئاسي الذي سيستقبل فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سمو حضرة صاحب السمو والوفد المرافق له. ستتم مباحثات موسعة قريبا، وسيتم توقيع عدة اتفاقيات في مجالات مختلفة على كافة الأصعدة، ومن ثم بعدها سيعقد مؤتمر صحفي بين معالي وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي. نعم،
الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، اتفاقيات أيضا كما ذكرنا عيسى عديدة سيتم توقيعها بين الكويت وروسيا الاتحادية، نتحدث عن هذه الاتفاقيات لديكم عيسى؟ يعني ستوقع اتفاقيات مجملها 6 اتفاقيات بكافة المجالات الاقتصادية الثقافية وغيرها، وستتم هذه الاتفاقيات لإطلاق هذه وتكريس التعاون المستمر والتنسيق المتواصل بين روسيا ودولة الكويت في كافة المجالات، ومنها مجالات الاستثمار والنفط وغيرها من هذه المجالات والاتفاقيات. نعم، الزيارة عيسى الرسمية للسمو حفظه الله ورعاه تأتي في وقت تشهد المنطقة منعطفا خطيرا وتحديات كبيرة سواء سياسية واقتصادية، أبرزها الملف الروسي كما ذكرنا في انطلاقتنا في هذه التغطية المباشرة من دولة الكويت. أين تكمن أهمية زيارة حضرة صاحب السمو في هذا التوقيت تحديدا، وروسيا تلعب الآن كما نعرف دورا كبيرا في منظومة الشرق الأوسط؟ الحقيقة نعم، كما تفضلت الآن أصبح لروسيا دور وثقل في المنطقة وتلعب دور بارز في هذه المنطقة، ولكن روسيا تعول أيضا على دور وثقل ووزن حضرة صاحب السمو ودور الكويت في تأثيرها في المنطقة في الأمن والاستقرار وتسوية قضايا كثيرة في العالم. والزيارة الآن ستعرج على كثير من الملفات في المنطقة وفي العالم. نعم، كيف استقبلت الصحافة الروسية، الإعلام الروسي الإلكتروني، الصحافة أيضا الإعلام بشكل عام هذه الزيارة، كيف ألقت هذه الزيارة بظلالها على الإعلام الروسي؟ الحقيقة أنا الآن متواجد أمام القصر الرئاسي في مدينة سوتشي وأشاهد وسائل إعلام كثيرة، النقل مباشر، الإعلام الروسي والصحافة المكتوبة والمرئية وحتى الإعلام الغربي. نعم، إنها زيارة تاريخية، والرأي العام الروسي يتابع بدقة، والحدث الأهم يعتبر الآن على الساحة الروسية وفي مدينة سوتشي زيارة حضرة صاحب السمو والوفد المرافق له واستقباله لفخامة ولقائه مع فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأعضاء الحكومة الروسية. سنعود إليك بعد قليل عيسى. عيسى مراسلنا بمدينة سوتشي حيث يحضر حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفل غداء، وبعده ستقوم الجانبان بتوقيع عدد من الاتفاقيات كما ذكرنا. سنعود إليك عيسى بعد قليل، أرجو أن تبقى معنا وتزودنا بمزيد من التفاصيل وأيضا المحطات الجديدة. زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى روسيا ينتظر أن تكون محط أنظار العالم في ظل ظروف سياسية استثنائية تمر بها منطقة الشرق الأوسط وتهديدات تحيط بها بسبب النزاعات والتوترات في عدد من دولها. تكتسب الزيارة الرسمية المرتقبة التي سيقوم بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى روسيا الاتحادية يوم غد الاثنين أهمية بالغة في شتى المجالات، وأهمها التعاون الاقتصادي الذي يعد نقطة ارتكاز مهمة تدل على تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، في حين ينتظر المستثمرون في كلا البلدين قرارات مهمة تصب في مصلحة تنشيط التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين. ولا يزال حجم التبادل التجاري بين الكويت وروسيا ضئيلا ولا يتناسب مع ما يمتلكه الجانبان من إمكانيات ضخمة رغم العلاقات السياسية القديمة القائمة بينهما، حيث لا تتعدى قيمة الواردات الكويتية من البضائع الروسية 52 مليون دينار كويتي طبقا لإحصاءات التجارة الخارجية الصادرة من وزارة التجارة والصناعة لعام 2013، كما لا تتعدى قيمة الصادرات الكويتية إلى روسيا مبلغ 2.5 مليون دينار كويتي للسنة ذاتها.
وتعود العلاقة التجارية الثنائية بين الكويت وروسيا الاتحادية إلى تاريخ أول اتفاقية تجارية بينهما في فبراير عام 1965، وكانت تخص بعض مسائل التعاون الاقتصادي والفني. تابعها عدة اتفاقيات تجارية واستثمارية، من أهمها تشجيع وحكاية الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي بين البلدين. رئيس مجلس إدارة شركة غازبروم الروسية الدكتور فيكتور زوبكوف أكد أن المستقبل يحمل العديد من فرص التعاون الثنائي بين الكويت وروسيا، خصوصا في مجال الغاز الطبيعي المسال، بعد انتهاء الكويت من تنفيذ وتجهيز العديد من المرافق الخاصة بالغاز الطبيعي المسال من مصانع التبخير إلى الموانئ والمرافق الأخرى. وفي موازاة ذلك، هناك العديد من المبادرات المعنية بتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، منها مبادرة تأسيس صندوق استثماري للتبادل التجاري المشترك برأس مال نصف مليار دولار أمريكي لتشجيع الاستثمار بين الطرفين، إضافة إلى الدعوة لتأسيس مصرف عربي روسي مشترك. إذن زيارة مهمة تكتسب أهمية خاصة في ظل هذه الظروف كما ذكر التقرير قبل قليل. أيضا زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لروسيا الاتحادية، من شأنها أن تعلن عن بدء فصل جديد في علاقات البلدين التاريخية، وستفتح أفاقا واسعة من التعاون والتنسيق على كافة الصعد والميادين. بدأ حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اليوم زيارة العمل لروسيا الاتحادية الصديقة خلال الفترة من 9 حتى 11 من نوفمبر عام 2015، حيث كان في استقبال سموه رعاه الله لدى وصوله والوفد الرسمي المرافق إلى مدينة سوتشي كل من معالي السيد ألكسندر كلوشكا وزير روسيا الاتحادية لتنمية الشرق الأوسط، والسيد أناتولي باخوف محافظ مدينة سوتشي، والسيد كيريل ديمتريف رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، وسعادة السفير أليكس ماتين السفير فوق العادة المفوض لروسيا الاتحادية لدى دولة الكويت، وسعادة السفير عبد العزيز العدواني سفير دولة الكويت لدى روسيا الاتحادية الصديقة وأعضاء السفارة. زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لروسيا الاتحادية الصديقة من شأنها أن تعلن عن بدء فصل جديد في علاقات البلدين التاريخية، كما ستفتح آفاقا واسعة من التعاون والتنسيق على كافة الصعود والمجالات. الحقيقة اليوم تشرفنا بوصول حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى مدينة سوتشي في روسيا الاتحادية في زيارة تاريخية، تعتبر هي الأولى لأمير دولة الكويت إلى روسيا الاتحادية. حضرة صاحب السمو حفظه الله كان متعود على زيارة روسيا في أثناء فترة الاتحاد السوفيتي، وقام بزيارات عديدة وعمل زيارات عمل عديدة، لكن هذه الزيارة هي الأولى باعتباره أميرا لدولة الكويت، وهي كما ذكرت سابقا بأنها أول زيارة لأمير دولة الكويت بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وإنشاء روسيا الاتحادية. ولزيارة سموه حفظه الله هذه ستتمخض عنها توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم، وستعطي دفعة قوية للروابط الثنائية. سيتم خلال هذه الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات في كافة مجالات التعاون الثقافية والاقتصادية والعسكرية والمواصلات أيضا، ونتمنى أن تكون هذه الاتفاقيات تشكل خطوة متقدمة لتطوير التعاون بين البلدين. مباحثات الغد بين حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة ستحتل أهمية خاصة، لأنها تأتي بعد سنوات من الحوار السياسي بين البلدين في المجال السياسي والاقتصادي والتجاري وطرق تنميتها المختلفة. محمد الخشمان، تلفزيون دولة الكويت، سوتشي.
إذن زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على رأس وفد رفيع المستوى إلى روسيا الاتحادية في ظل كما ذكرنا تعقد المشهد الدولي، حدث مهم بكل المقاييس، وأن زيارة سمو حفظه الله كما قال المراقبين الروس والمحللون الروس ستعطي للعلاقات الروسية الكويتية دفعة جديدة قوية بكل المقاييس وأيضا في كل الميادين المختلفة، سيما وأن هذه الزيارة ستوقع فيها كثير من الاتفاقيات التي ستصب في المقام الأول في خدمة العلاقات وتمتين العلاقات القوية بين الكويت وروسيا الاتحادية. العلاقات كما ذكرنا تتطور بصورة سريعة، وهذا كله بفضل حضرة صاحب السمو بحنكته وخبرته كما ذكرت أيضا الدكتورة قبل قليل في كتابها الشهير الذي حققته عن حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بمحطاته وأيضا بمسيرته الحافلة بالعطاء والإنجاز. إنجازات عظيمة ومسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، والتي تتوج اليوم بالزيارة الرسمية لسموه رعاه الله إلى روسيا الاتحادية الصديقة. التقرير التالي يسلط الضوء على أبرز هذه المحطات والإنجازات والمنجزات لسموه رعاه الله. هيبة الحضور وإنسانية العطاء وشموخ القرار، عنوان الحكمة والحنكة والتنمية والبناء، إنه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قائد الإنسانية. فمنذ توليه الحكم في 29 من يناير 2006 والذي جاء تتويجا لمسيرة بذل وعطاء من أجل الوطن، منذ أكثر من 50 عاما وسموه لا ينظر إلى مجد شخصي بل همه الكويت والآخرون، هذا البلد الصغير بمساحته والذي تحول في عهده حفظه الله ورعاه إلى بلد كبير بعطائه ومركز إنساني عالمي وقبلة للقرارات العربية ووجهة للعرب وللعالم. فبفضل مبادراته التاريخية والتي احتضنتها أرض الكويت من قمم ومؤتمرات عالمية وساهمت بشكل فعال في نجاحها، عاكست الصورة المشابهة والمشرقة للكويت، فأصبح لها حضور عربي ودولي وعالمي في كافة المجالات. حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه تاريخ حافل ونهر من العطاء لا ينفد، مسيرة طويلة عنوانها صباح الأحمد أمير الحكمة ورعى الديمقراطية الكويتية، أعوام زاخرة بالعطاء والإنجازات العظيمة وعهد مليء بالتحديات الجسيمة، تاريخ سياسي طويل بالحكمة والحنكة. فمنذ ريعان شبابه وهب سموه نفسه وكرس وقته وجهده لما فيه خير الكويت ورفعة شأنها وتعظيم مصالحها الوطنية على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، لقد استثمر سموه حفظه الله عبقريته السياسية ليس فقط لخدمة أبناء وطنه بل كان صاحب المبادرات الخيرية لمساعدة المحتاجين، ينشر الحب والود بين الآخرين مشهرا سيف الوحدة والمصالحة بين الأشقاء في أوقات الخلافات والأزمات، فاستحق لقب أمير الدبلوماسية. فلم يتوقف دعم سموه رعاه الله لمسيرة العمل الخليجي بل امتدت مساهماته إلى توحيد الصف العربي ومد يد العون للأشقاء العرب في كل محنة تمر بها أي دولة عربية. نجاحات تنموية ودبلوماسية وسياسية حققتها دولة الكويت في عهد سموه حفظه الله ورعاه، فبفضل رجل السياسة وصاحب الرؤية الثاقبة والتخطيط الدقيق والعطاء اللامحدود والذي كعادته سعى ويسعى رعاه الله دائما لتقوية العلاقات الكويتية الخارجية من أجل مد جسور التواصل والتعاون والمودة والإخاء بين الكويت ودول العالم على كافة المستويات. واليوم تأتي زيارة حضرة صاحب السمو وأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى روسيا الاتحادية تتويجا لهذه المسيرة الزاخرة بالعطاء والتقدم، يعمل من خلالها سموه حفظه الله ورعاه على تعزيز الترابط والتواصل وتأكيد العلاقات بين البلدين وتخطيط المستقبل الفاعل والعامل على التطور والنماء، وبمثابة امتداد حقيقي أصيل في عمق العلاقات
العلاقات وتوثيق على استمرار التماسك الجاد بين البلدين بمزيد من الإنجازات والرفعة لكويتنا الحبيبة لتبقى في ظل أميرها وولي عهدها حفظهم الله ورعاهما قناديل تضيء الأرض وترسم دائما حدود العطاء. حياكم الله من جديد. معنا عبر الهاتف من موسكو الأستاذ فيتشيسلاف موتوزف الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي. مرحبا بك في هذه التغطية أستاذ فيتشيسلاف. مرحبا. الآن كما تعرف سعيد. نعم، كما تعرف كثير من القادة زاروا روسيا الاتحادية في كثير من الأحيان، وفي ظل هذه المشاهد المعقدة في المشهد السياسي والمشهد الأمني وخطر الإرهاب، لكن زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد كما تعرف لها وقع معين، خصوصا نعيش ذكرى احتفال روسيا والكويت بعلاقات دبلوماسية امتدت لأكثر من 50 عاما. زيارة حضرة صاحب السمو في روسيا لها وقع مختلف، ما هذا الوقع وكيف تقرؤونه عندكم في روسيا؟ طبعا وصول إلى موسكو سمو الأمير أمير الكويت هذه المرة يرحب في روسيا بكل من كل أعماق القلب. لماذا؟ لأنه 10 سنين الكويت كانت الدولة الوحيدة من الدول الخليج التي أقامت وعلاقات دبلوماسية وسياسية مع الاتحاد السوفيتي حتى، وكان هذا الصداع إيجابي جدا في الرأي العام السوفيتي، اليوم الرأي العام الروسي بدور الكويت بتحسين علاقات بين موسكو والدول العربية. نعم، نحن ننظر اليوم على دولة الكويت كدولة التي فتحت أبواب على روسيا فور الانهيار الاتحاد السوفيتي، علاقات اقتصادية المالية، كانت هذا الخطوات من قبل الكويت، لا يمكن نحن كروس ننسى هذا التعاون، وخصوصا اليوم في ظروف السياسية والاقتصادية العالمية والإقليمية الصعبة. أنا أتصور أنه قادة العرب اليوم يأتوا إلى موسكو لكي يعرفوا النوايا الروسية، الموقف السياسي الروسي من القضايا الملحة التي تتناول المصالح كل دولة من الدول العربية ودول الخليج بما فيها، لأن نحن اليوم فعلا نواجه خطر، وهذا خطر مشترك للجميع، لإلنا لدول العربية ودول الخليج، هي من التنظيمات الإرهابية التي أخذت في هذا المقام أستاذ فيتشيسلاف، في هذا المقام كيف يمكن الآن أن ينسق الجانبان، والآن حضرة صاحب السمو يقوم في زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية إلى جانب الاتفاقيات الموجودة النفطية والعسكرية والسياسية، أيضا على سبيل محاربة الإرهاب؟ كما تعرف الكويت رفعت شعار محاربة الإرهاب في الآونة الأخيرة، تعرضت الدولة إلى كثير من العمليات الإرهابية في 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 شرم الشيخ مثلا في روسيا، أنتم تعرضتم في الطائرة الروسية التي تحطمت الآن وكان خطرها من الإرهاب، في الكويت أيضا في تفجير مسجد الإمام الصادق ناله ما ناله من الإرهاب في دولة الكويت، وبالتالي كيف يمكن في هذه الزيارة أن يكون هناك تنسيقا عالي المقام فيما يتعلق بمحاربة الدولتين للإرهاب؟ بلا شك أن جهود مشتركة هي طريق لدول العالم، هي الطريقة الوحيدة لنجاح في مكافحة الإرهاب، لأن إذا دولة واحدة يكافح الإرهاب على أراضيها من دول المجاورة يمكن أن يشجعوا هذا الإرهاب لأهداف سياسية معينة تابعة لهذه الدولة، ولذلك فقط جهود المشتركة يمكن يعطوا الثمار. ولا شك أنه اليوم نحن في مرحلة عندما تتوحد الجهود الدول الخليج، دول الشمال أفريقيا، دولة مصر، جمهورية مصر العربية، كل الجهود الآن تركيا إيران متركزة على في فيينا بعد قليل اجتماع مهم لمناقشة موضوع كيف يوحد الجهود لمكافحة الإرهاب الدولي. نعم. لا شك أن هناك صعوبات موجودة،
ولكن حتى تلك الصعوبات التي نحن نعلم عليها كل جيدا لازم أن نتجاوز بجهود المشتركة. أنا أعني هذا الوحدة الصفوف المعارضة السورية مثلا، وتفريق بين تصنيف بين أي قوة هي تابعة لمنظمات الإرهابية، أي قوة متابعة لمنظمات السياسية تستحق دعمها. هذا هو الحالة التي نحن فيها. وأنا أتصور أن صاحب السمو زيارته إلى روسيا هذه المرة ولقاء مع فلاديمير بوتين سوف يلعب دورا كبيرا عظيما لكي نوجد جواب على الأسئلة مطروحة بتاريخ أمامنا، دول عربية، دول إسلامية، وروسيا كدولة المجاورة لهذا المنطقة. أن القوم الروسي مرتبط مع استقرار، مع نجاح في كفاح ضد إرهاب. نعم. ولا شك أن في هذا الهدف روسيا تدعم دعما كاملا وشاملا الموقف الدول الخليج دول عربية لصمود ضد هجمة هذا الوحشية اللي نحن نستخدم كلنا اليوم في شرق الأوسط. نعم. أنا أتصور أن هذه الزيارة لها طابع استثنائي ومن حيث أهميته لكي نوحد الجهود الدول العربية بكاملها. نعم. مع موقف الروسي وموقف الدولي كذلك. نعم. أستاذ فيتسلاف، كما ذكرت مدى التنسيق الواضح في تطابق وجهات النظر بين الكويت وروسيا حيال كثير من القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية والإرهابية في منطقة الشرق الأوسط بل بالعالم أجمع، هذا يعطي أيضا نجاح قبل أن تبدأ هذه الزيارة، وبالتالي المباحثات التي يجريها حضرة صاحب السمو الآن مع القادة الروس وعلى رأسهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعطي أيضا سؤالا مهما، ما أبرز الملف لنقل الساخن على طاولة المفاوضات والمباحثات الروسية الكويتية؟ برأيي أن هناك خلافات واضحة اليوم مع بعض الدول العربية وروسيا حول القضايا الطرق الحل الأزمة السورية. القضايا ملحة، وروسيا على الاستعداد ليتعاون تتعاون مع الدول العربية بجهود مشتركة ليوجد حل الصحيح، وحل الصحيح هو حل الوحيد، الحل السياسي للمعارضة السياسية. ولكن الجهود العسكرية لازم أن يكونوا ترافق هذه الجهود السياسية لكي يواجهوا الخطر من منظمات وتنظيمات الإرهابية داعش جبهة النصرة وغيرها. ولذلك هذا التصنيف بين وبين هذا هو نقطة مهمة جدا، وأنا أتصور أن إذا يتفقوا دول عربية دول الخليج مع أساليب العمل السياسي أولا وعمل العسكري كذلك الضروري في هذه الظروف بلا شك واجه. نعم. نعم. أستاذ فيتسلاف. يبدو أنه تعثر الاتصال مع ضيفي من موسكو الأستاذ فيتسلاف موتوزوف الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي الذي تحدث عن أهمية هذه الزيارة وكيف فتحت آفاقا جديدة بين الكويت وروسيا الاتحادية، وأنها تعطي زخما كبيرا أيضا ودفعا قويا للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية وأيضا النفطية وأيضا العسكرية بين البلدين، لا سيما في ظل هذه الظروف الدقيقة التي يعيشها الشرق الأوسط. مباحثات من أعلى المستويات تكتسب أهمية خاصة كما ذكرنا في هذه التغطية في ظل هذا الوضع المعقد في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج والمرتبطة بالدرجة الأولى بتصاعد كما ذكر ضيفي قبل قليل تصاعد خطر الإرهاب. إذا سمح الاتصال بعد قليل سأعود لضيفي من موسكو السيد فيتسلاف موتوزوف الدبلوماسي والمحلل السياسي السابق.
دولة الكويت وروسيا الاتحادية الصديقة علاقات متينة وجسور من التواصل والحرص المتبادل على تطوير هذه المنظومة في العلاقات، لا سيما على الصعيد الدبلوماسي والاقتصادي. ملفات مشتركة تشكل محورا رئيسيا في تطور هذه العلاقات، خاصة على خط القضايا الدولية والثقل السياسي الذي تتمتع به كلتا الدولتين. علاقات صداقة ودية وتاريخية مميزة ترتبط بها كل من دولة الكويت وروسيا الاتحادية، اتسمت على الدوام بالحرص المتبادل على تطوير الروابط المتبادلة وتعزيزها. تاريخ علاقات الصداقة بين الكويت وروسيا يعود إلى بداية القرن العشرين، عندما زارت سفن الإمبراطورية الروسية دولة الكويت لأول مرة. ومنذ ذلك الحين استمرت العلاقات الودية بين دولة الكويت وروسيا في التطور، وتأسست العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 11 من شهر مارس عام 1963 بجهود حثيثة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، مؤسس العلاقات الدبلوماسية بين دولة الكويت والاتحاد السوفيتي وباني تلك العلاقات، حيث كان يتبوأ منصب وزير الخارجية يوم لم تكن دولة خليجية تقتحم هذا السور وتعلن عن افتتاح سفارة في أراضيها لدولة شيوعية عظمى. وتطورت هذه العلاقات بصورة متميزة وثابتة لتدور في إطار من الصداقة والتعاون المثمر بين الطرفين، وتعتمد على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وقد عملت الدولتان على إقامة علاقات واتصالات قوية بين الطرفين على جميع المستويات وفي جميع المجالات. ففي المجال السياسي حققت دولة الكويت وروسيا الاتحادية تعاونا مثمرا وبناء في إطار عملي للمنظمات المحلية والدولية، وتقف الدولتان على نفس المستوى والأراء من جميع القضايا المحلية والإقليمية، وتعملان معا من أجل الحفاظ على القيم والمصالح المشتركة بينهما وكذلك مع دول العالم الأخرى. وبلغ تطور العلاقات الكويتية الروسية ذروته بالتوقيع على الاتفاقية الأمنية عام 1993، وما تمخض عنها من إجراء مناورات بحرية حربية مشتركة في ديسمبر من العام نفسه، ولاحقا تزويد الكويت بعتاد عسكري روسي متنوع. ويمتلك الجانبان سجلا حافلا من اللقاءات الثنائية، ويشاركان في الحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي على مستوى وزراء الخارجية، الذي عقدت آخر دوراته في الكويت بمشاركة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، علاوة على تطابق وجهات نظر الجانبين حيال القضايا الدولية التي تهمها لتحرك الجانب الروسي النشط والفعال لدعم الاستقرار في منطقة الخليج ومجابهة الإرهاب والتطرف. ومع مرور الوقت ازدادت علاقة الشراكة الاستراتيجية بين دولة الكويت وروسيا الاتحادية تطورا بهدف رفع مستوى الزيارات الرسمية والتفاعل بين الشعبين. وتعد الزيارة الرسمية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى روسيا الاتحادية نقطة ارتكاز مهمة تدل على تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، في حين ينتظر المستثمرون في كلا البلدين قرارات مهمة إثر الزيارة، لا سيما بخصوص تنشيط التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين. الزيارة التاريخية التي يقوم بها صاحب السمو إلى موسكو هي الأولى التي تتم بصفته أميرا لدولة الكويت، وإن كانت هذه العاصمة تعرف تماما مكانة وحجم ودور سموه رعاه الله عندما كان يتبوأ منصب وزير الخارجية أو منصب رئيس الوزراء. حياكم الله معنا من جديد في هذه التغطية المباشرة من تلفزيون دولة الكويت، حيث يقوم حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الآن على رأس وفد رفيع المستوى بإجراء مباحثات روسية
مع القيادة الروسية وعلى رأسها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ولتسليط الضوء أكثر وأكثر على أهمية هذه الزيارة إلى روسيا الاتحادية، انضم إلينا عبر الهاتف من مدينة سوتشي الروسية موفد تلفزيون دولة الكويت الزميل محمد الخشمان. محمد، ضعني في صورة الوضع لديك محمد. نعم، شكرا مطر. كما ذكرت، لطالما اتسمت العلاقة الحقيقة بين دولة الكويت وروسيا الاتحادية الصديقة ببعدها التاريخي، فهي تتطور بنجاح في مختلف طبعا المجالات السياسية والثقافية والإنسانية. مطر، علاقة صداقة متأصلة دعنا نقول تضرب بجذورها، إنجاز تعبير في عمق التاريخ، يتوجها الآن زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. خلال هذه الزيارة من 9 وحتى 11 من هذا الشهر إلى روسيا الاتحادية الصديقة، حيث يجري سمو رعاه الله كما نعرف العمل باستمرار لتوسيعها في المجالات الاقتصادية التجارية الأمنية. العلاقات الكويتية الروسية مطر متميزة دائما. أنا أعتقد بوجود الاستثمارات الكثيرة المتبادلة بين البلدين يتيح ذلك بتطوير وتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين في كافة المجالات. للتو بدأت المباحثات الرسمية واللقاء الثنائي بين حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وصاحب الفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة في القصر الرئاسي في مدينة سوتشي اليوم، حيث ستشكل هذه المباحثات نموذج ناجح إن شاء الله لعلاقات طبعا الدولتين التي تقوم على أساس مبادئ التكافؤ ومبادئ الاحترام المتبادل، بغض النظر دعنا نقول عن المساحة وعدد السكان والموقع حتى الجغرافي. الحقيقة ستتميز وتسود هذه المباحثات حول جو ودي يعكس روح التفاهم والصداقة التي تظهر بها العلاقات الطيبة بين الجانبين. من المتوقع ستناقش هذه المباحثات ملفات عدة على رأسها الملف السوري، عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. يعقوبها مطر بعد قليل سيتم التوقيع اتفاقيات ثنائية بحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة في قاعة المؤتمرات في القصر الرئاسي في مدينة سوتشي. كما هو متوقع من خلال طبعا ما لمسنا ومن خلال العلاقات المتميزة بين الدولتين، نعم، التي تتطور من أفضل إلى أفضل، اتفاقيات اقتصادية من خلال الاستثمار المتجدد بين البلدين، كما أن هناك اتفاقية في المجال الثقافي والتعليم العام العالي والتقني وفي كافة المجالات، كما أيضا للجانب العسكري دور في هذه الاتفاقيات. الحقيقة لمسنا هنا من البلدين أنه يتم العمل على إنجاح هذه الزيارة بخطوات ملموسة في أكثر من مجال لتفتح آفاق جديدة من التفاهم والتنسيق على كافة الصعود والمجالات. نعم. إذن هناك مذكرات تفاهم ومحاضر نوايا بالجانبين. دعني ننتظر قليلا بعض الزملاء وصل. نعم محمد، سنعود إليك فيما بعد، نتركك الآن. خلك معي مطر لو سمحت، بس لأن وصلت للتو الاتفاقيات التي ستبرم مذكرة تفاهم حول طبعا الإعفاء من التأشيرات للجوازات الدبلوماسية والخاصة على أن يلحق أيضا جوازات المواطنين. هناك يعني تفاهم ثقافي موسع، وهناك محضر نوايا بين وزارة الدفاع في دولة الكويت وشركة حكومية مساهمة روسية تعنى أيضا بالدور العسكري. هناك مذكرة تفاهم في مجال النقل والمواصلات، هناك مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار لكل البلدين، ومذكرة تفاهم تعنى بالنفط والغاز. سنوافيك إن شاء الله بعد قليل بتفاصيل أكثر. نعم، شكرا. إن شاء الله بعد المحادثات الثنائية. نعم. سنعود إليك الزميل محمد الخشمان من مدينة سوتشي في روسيا الاتحادية موفد تلفزيون دولة الكويت. أعود إليكم مشاهدي الكرام في استديوهاتنا في دولة الكويت، فاصل ونعود.
حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المباشرة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه. كما ذكر الزميل محمد الخشمان قبل قليل هذه المباحثات التي سادها هذه الصور حية نشاهدها الآن من مدينة سوتشي في روسيا الاتحادية، حيث يعقد حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تعقد المباحثات الروسية الكويتية على أعلى المستويات من قبل الجانب الكويتي والذي يترأسه فيها حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، إلى جانب وفد رفيع المستوى، وعلى الجانب الآخر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. مباحثات عكست روح التعاون والتفاهم والذي سادها جو ودي عكس عمق تطابق وجهات النظر بين دولة الكويت وروسيا الاتحادية الصديقة حيال كثير من القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، وأيضا المتعلقة بالملف الأمني والإرهابي. سيطر عليه هذه المباحثات كما ذكرت وسائل الإعلام، وما كذا ذكر أيضا زميلنا محمد الخشمان قبل قليل الملف الروسي الذي لعبت دولة الكويت فيه دورا إنسانيا وسياسيا مهما باحتضان دولة الكويت على مدى 3 سنوات ماضية، المؤتمر الدولي الأول للمانحين والثاني والثالث، خفف وطأة النزاعات والتوترات في هذه المنظومة التي تشهد الآن توترات على رأسها الملف السوري. نشاهد هذه الصور الحية التي تأتي من مدينة سوتشي، هذه الصور التي أتتنا تباعا قبل قليل للمباحثات الروسية الكويتية التي يجريها حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه. أعود إلى ضيفتي في الاستوديو الدكتورة فاطمة الكندري، أستاذة مريم الكندري عفوا دكتورة، أستاذة العلوم. جميل كذلك، الله يسلمك. الله يخليك يا رب. متعودين دائما على فاطمة ومريم. الله يا شاء الله دكتورة. يعزك يا رب، تسلم لي. أهمية الزيارة دكتورة من حيث الشكل والمضمون؟ أمانة ما قصرت، الله يحفظك الهاملي، حطيت الصورة الحقيقية أنه ما يحدث اليوم في المسرح الدولي وما يحدث وعلاقة الكويت بهذا المسرح الدولي علاقة راقية. دور سمو أمير البلاد في هذه الرحلة أنا أعتبرها مو خطوة إلا أكثر من أنها إنجاز لهذه الدولة الصغيرة الحجم الكبيرة الواقع. الورقة الرابحة في كل ما أراه هنا دور سمو أمير البلاد كرجل دبلوماسية ذو الوسام العالي أمانة. أمير الدبلوماسية دكتورة، قائد العام الإنساني. كثير من أنا ذكرت دكتورة قبل قليل كثير من القادة والساسة زاروا روسيا الاتحادية، وخصوصا بأن روسيا الاتحادية كما تعرفين أنت أستاذة العلوم السياسية دكتورة مريم. أبي أذكرك لروسيا، روسيا لو تعرف علاقاتها بالكويت من فترة وجود الشيخ الله يرحمه الحاكم السابع لدولة الكويت الشيخ مبارك الكبير، كانت هناك كثير من الاتصالات بين الإمارة في ذلك الوقت ليومنا الحالي أمانة لم تنقطع، وكانت الكويت كذلك من أولى الدول العربية اللي لها اتفاقيات ثقافية واتفاقيات اقتصادية مع الاتحاد السوفيتي سابقا وروسيا الاتحادية حاليا، فمعناتها لم تنقطع أبدا في علاقاتها. مع أن من يستغرب هذا الحدث يستغرب، أنا استغربت وأنا أقرأ في عن تاريخ العلاقات الروسية الكويتية، طابع اتصال الإمارة الكويتية وانتقالها من حالة الإمارة إلى حالة الدولة المستقلة في عام 1990. نحن صغار ندرس ما يطلق عليه بدولة الكويت الحديثة، ولكن لما رجعت إلى جذور العلاقات الكويتية الروسية وجدت أنها ممتدة من فترة وجود هذه الدولة القيصرية الروسية أولاً، وبعد ذلك الاتحاد السوفيتي، بعد ذلك والاتحاد وروسيا الاتحادية في الوقت الحالي. فالعلاقة الكويت كدولة صغيرة في المسرح الدولي تجدها موجودة على المسرح، وهذا كان موجود في كل الوثائق البريطانية اللي كانت تتأكد بأن الكويت دائما وأبدا كانت قريبة
من المنظومة في المسرح الدولي العالمي من فترة ما قبل وحتى يومنا الحالي، من أيام الإمارة وحتى أيام الدولة الحديثة الآن. نعم، لكن نعم. دكتور، هذا يستوقفني بسؤال، وأنت يعني تتحدثين عن تاريخ وخصوصية العلاقة الروسية الكويتية. نعم. كثير، وأنت تعلمين دكتورة في العلاقات الدولية تحتز وتحدث هزات بين الدول إيجابية ونوع أيضا من تقوية العلاقات. نعم. واختلاف وجهات النظر. نعم. في العلاقة الروسية الكويتية الناظر المتابع لها دكتور يجد بأن هناك تطابق إن لم يكن تام في حيال وجهات النظر. نعم. في كثير من القضايا، الموقف الروسي بالغزو موقف جميل ورائع أيضا. نعم. وبعد التحرير في البحث عن الرفات والعسرة وأيضا قضية الإعمار وقضية أيضا خل الإعمار الهام لي أنت، كثير من الكوادر والبيروقراط التكنوقراط مجراحين مهندسين أطباء و متخصصين في شؤون الاجتماعية كانوا من الرعيل الأول اللي لازال ماسك مناصب مختلفة في الدولة في القطاع العام والخاص من خريجي الاتحاد السوفيتي. أنت تقصدين البيئة التعليمية والأكاديمية؟ نعم، الثقافية. معناته الكويت بالفعل يعني عفوا المنظور لها نظرتها في علاقاتها الدولية للأمم هي علاقة إيجابية مستمدة من تاريخ قديم ولا زالت تستمر على نفس هذا النهج في الوقت الحالي. فبالفعل لا أريد أن أذكر أسماء، ولكن كثير من الزملاء الأدكاترة وزملاء المهندسين وزملاء الجراحين والأطباء كثيرهم منهم يتكلمون اللغة الروسية بطلاقة ولهم علاقة وثيقة بالمنظومة الفكرية والمنظومة الاقتصادية والمنظومة الاجتماعية. نعم. واستمرين على هذا الخط حتى يومنا الحالي. فسمو أمير البلاد ليس بقليل عليه أن يقوم بهذه الخطوة في هذه المرحلة أنا أعتقد، وكذلك لا أراها أنها هي خطوة استراتيجية رائعة تدعم ما موجود في الشرق الأوسط من تحركات تستحق وجود هذا الإنسان أن يكون في هذا المكان وبهذه اللحظة التاريخية. دكتورة، العلاقات الرسمية، نعم، الرسمية بين روسيا الاتحادية، نعم، وبين أيضا دولة الكويت منذ قيام حضرة صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، نعم، عام 63، نعم، في زيارة لروسيا وتوقيع عدد من الاتفاقيات وإقامة العلاقات الدبلوماسية بفضل وحنكة وخبرة حضرة صاحب السمو أمير البلاد. هذه الزيارة دكتورة الرسمية التي يقوم بها الآن، التي ستتوج عنها جملة من الاتفاقيات والتعاون الاقتصادي بجميع الميادين وأيضا المجالات، رسمت خارطة الطريق للعلاقات الروسية الكويتية. أبرز هذه المحطات دكتورة في العلاقة الروسية الكويتية؟ أنا أعتقد كثير من الملفات موجودة على احنا نسميها على الشاطئ الآخر من العلاقات الرسمية. العلاقات الرسمية مرتبطة بالاتفاقيات الاقتصادية المرتبطة بالغاز الطبيعي والنفط، أمانة الغاز الطبيعي، وعندنا كذلك العلاقات الثقافية في الوقت الحالي كذلك ناشطة مرة ثانية جاءت فترة. يعني أنا استغرب دكتورة تتحدثين عن العلاقات الثقافية القديمة ولا زالت، نعم، ويؤكدها حضرة صاحب السمو. يبدو أن المكنون الثقافي الروسي كبير جدا. نعم، مكنون، وأنت تستفيد من هذا المكنون. وأنا أعتقد كمان الكويت، يعني عفوا ما بأقول والله، الكويت لها مثل سلة من الاتصالات. المكنون الثقافي لا يقف عند الاتحاد السوفيتي أمانة أو عند روسيا الاتحادية، هي نوع من الاتصالات المعمقة مع أوروبا، دولها المختلفة. بس روسيا لها وقع مختلف دكتورة. روسيا يعني قيصرية وتاريخ بالفعل طويل وقطب كبير وعضو فاعل في الأمم المتحدة، وضعها مختلف. روسيا الجيل الصغير يعرف أن الكويت قد يكون لها نوع من التوجه نوعا ما السياسي، قد يميل في بعض الأحيان إلى النظرة العامة إلى أنها هي نظرة رأسمالية فقط، وهذا غير صحيح. أنا بوضح حق الإنسان الكويتي ومن يشاهد هذه المحطة أنه بالفعل كانت الكويت ولا زالت علاقات مع كل المنظومة الغربية والغير غربية منذ فترة وجودها كمشرق وإمارة، واستمرت في علاقاتها الدبلوماسية الرائعة مع جميع الأقطاب، وكللت كل جهودها في خلال فترات. فالمواقف اللي تحدثت وتكلمت عنها أنه في فترة الاحتلال في عام 1990 موقف روسيا في لحظة تغير النظام الروسي الاتحاد السوفيتي إلى كانت الكويت موجودة على السطح السياسي من أيام غورباتشوف إلى بوريس يلتسين. أبسلوتلي، فتشوف هي تغيرت. بس أنت لما تكون في عام 1990 ويكون عندك تحرير الكويت وانتقال وتغير دولة من اتحاد تغير العلاقات الدولية، يعني
ينعكس على العلاقات بين الكويت، فكانت جزء من تغير في الخريطة ما يطلق عليه النظام العالمي الجديد أو النظام الدولي الجديد. فكانت الكويت بالفعل موجودة في المسرح الدولي، اسمها موجود. مع الأسف كانت في قضية الاحتلال طبعا في مجلس الأمن الدولي، ولكن بالفعل هذا أكد وجودها السياسي واستغلالها من الدول اللي كانت بالفعل تشبب. نعم، سياسة حضرة صاحب السمو أمير البلاد، لألك أنت دكتورة يعني تطرقت لها بشكل من التفصيل، لكن اتسمت بعدم الانفعال واتسمت بالتوازن. واليوم نحصد هذه السياسة التي امتدت لسنوات وعشرات السنوات من العطاء اللامحدود. كيف تقرأين أيضا دكتورة تطابق هذه وجهة النظر؟ الآن حضرة صاحب السمو، هذه الصور التي أتتنا الآن من مدينة سوتشي حيث يعقد سمو الأمير تدل دلالة واضحة على تطابق وجهات النظر. المشهد معقد، السياسي والأمني وأيضا طبعًا الإرهابي أيضا إنجاز التعبير. تعرض أنا الكويت. ما أشك أنه راح يكون هناك إثراء أو دور للوساطة في بعض الأحيان يلعب دور سمو الأمير، ونجح في كثير من الوساطات سابقا وفي الفترة. أي وساطة تقصدين دكتورة؟ سواء كانت الوساطة الخليجية، الوساطة العربية أو الوساطات اللي تمت مع الدول الغربية في السابق، سواء كان القيادات الماضية أيام الشيخ جابر الحق، ولا زالت على هذا المنهج. كيف ستخفف دكتورة زيارة حضرة صاحب شخصية سمو أمير بلاد، لأنه كان أبو دبلوماسية الكويتية من الستينات حتى يومنا الحالي، يثري الموقع كونه قريب من الحدث السياسي ويحظى باحترام من قبل هذه الدول. وأيضا الكلمة تكاد تكون مسموعة لها أصداء في الجانب الروسي. هذا اللي أنا أقصده دكتورة. يعني أنت تقصدين بأن قد يكون لزيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حل للموقف السوري، للأزمة السورية؟ مش ولا سبحان الله، في ثقل محترم، ثقل موزون في العلاقات الدولية لوجود سمو أمير البلاد. أمير البلاد اللي هو الشيخ صباح الأحمد الصباح موجود في هذه المنظومة وفي هذه الفترة لربما تؤدي لإيجابيات تحل قضية الشرقية. طبعا تقول دكتورة الشرق الأوسط ما ينحل بس بزيارة واحدة، نعرف، ولكن لا زالت حركات الوساطة اللي تتم من خلال الأقطاب السياسيين والفاعلين السياسيين مؤثرين في صناعة القرار الدولي أمانة وتغيير الواقع الموجود في الشرق الأوسط. ولكن أن يكون الكويت كدولة صغيرة ما شاء الله وتفاعلها الإيجابي مع هذا الحدث السياسي، وجود سمو أمير البلاد بحد ذاته إثبات لسيادة الكويت ووجودها في العلاقات الدولية كمحرك إيجابي للأنشطة الأخرى اللي ستأتي بإذن الله مستقبلا. دكتور ريحك شوية بفاصل ونعود بعد شوية للدكتورة مريم الكندري أستاذة العلوم السياسية. نحن معكم في هذا البث المتواصل من دولة الكويت ومباشرة إلى مدينة سوتشي، نعود لكم بعد الفاصل. حياكم الله معنا من جديد. انتقل إلى أيضا الكويت ومعنا اتصال عبر الهاتف مع دكتور نبيل حاوي رئيس قسم الشؤون الخارجية بجريدة القبس. دكتور مساء الخير. أهلا، مساء الخير. كيف تنظرون إلى هذه الزيارة دكتور بكل أبعادها السياسية والاقتصادية وأيضا الثقافية؟ نعم، كما تفضلتم هي ذات أبعاد أو اقتصادية وثقافية واجتماعية، ولكن أولا نشير إلى أن الدور العربي والإقليمي والدولي الذي يقوم به صاحب السمو هو دور غير عادي طبعا، لأنه لولا هذا الدور الذي يقوم به لكانت العلاقات حتى بين أوساط العالم العربي لكانت علاقات متوترة. فكيف بالنسبة إلى علاقات العالم العربي في دولة أساسية مثل روسيا؟ وطبعا يجب القول كنظرة تاريخية بأنه عندما قامت العلاقات الدبلوماسية بشكل رسمي بين الكويت وروسيا في العام 1963 كان صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد وزيرا للخارجية، وكانت الكويت بمثابة النافذة على العالم من هذه الناحية، وكان لذلك لتلك علاقات تأثير قوي على مجمل قضايا الخليج العربي وأيضا على بعد ذلك على قضايا النفط وغير النفط وما إلى ذلك. نعم. والآن هناك سيكون هناك اتفاقات فيما يتعلق بالنفط وخاصة في موضوع الغاز،
وبعض الشركات الاستثمارية، لأن هناك عدد كبير من الشركات فيها تفاعل بين الكويت ودول الخليج العربي من جهة وبين الروسية من جهة أخرى، وخاصة في مجال قطاع النقل. نعم. هذا القطاع قطاع حيوي جدا بالنسبة للروس بشكل خاص. دكتور، كيف تعتقد بأن الرأي العام الروسي ينظر إلى حساسية وزيارة حضرة صاحب السمو في ظل وضع معقد؟ روسيا تلعب دور كبير في هذه المنظومة الخليجية وأيضا منظومة الشرق الأوسط. نعم، الآن نقولها بشكل واضح، هناك بعض التفاوت في النظرة العربية والنظرة الخليجية إلى بعض المواقف الروسية المتعلقة، ليس في كل الأمور، وأنا في ملف السوري بشكل خاص، التدخل العسكري السوري بهذه الطريقة، يعني وأيضا هناك الإصرار على بقاء واستمرار الرئيس بشار الأسد، وأيضا المواجهة التي حصلت بشكل دبلوماسي بشكل ولو غير مباشر بين المملكة العربية السعودية وبين بعض الدول ومنها روسيا التي تصر على عدم التغيير في سوريا. طبعا الآن دور الكويت ربما يكون هناك بعض الدور، ليس لن نقول دور توفيقي، وإنما دور في إيضاح والتأكيد ما هي المقومات المطلوبة فيما يتعلق بالسياسات الدولية تجاه لحل الأزمة. نعم. في سوريا. لكن دكتور، هل من الممكن القول دكتور نبيل، هل من الممكن القول أن نقول أن هناك انفراجة في الموقف السوري نتيجة لزيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه؟ هل من الممكن أن نقرأها كإعلاميين بهذا الشكل؟ ربما من السابق لأوانه القول بشكل بالمعنى الميداني المباشر، ولكن قد يكون هناك انفراجة في التقريب المواقف الدولية، وخاصة أن هناك تحضيرات لاجتماع سيكون اجتماعا مهما في فيينا وتشارك به دول أكثر من السابق، وأيضا بعض القوى المفروض السورية أكثر من السابق ستكون بشكل أو بآخر على صلة بهذه الاجتماعات. وطبعا دور الكويت دائما دور اولا دور الكويت دور اولا ضد العمل الارهابيه، ولكن ضد بعض الحلول التي هي تؤدي الى نوع من استمرار للمآسي والهجره وما الى ذلك. كان هذا الموضوع في غايه الاهميه فيما يتعلق، ولكن يجب ان نقول ايضا تاريخيا الدور الكويت لعب دورا لعب شان اساسيا حتى في العلاقه بين الروسية والعديد من الدول على الصعيد العربي، وايضا في الموضوع الدعم الشعبي. نعم. الدكتور نبيل حاوي، رئيس قسم الشؤون الخارجيه بجريده القبس، شكرا لانضمامك الينا في هذه التغطيه المباشره من تلفزيون دوله الكويت. اذهب مباشره بعد اذنك دكتوره الى مدينه سوتشي الروسيه مع موفد تلفزيون دوله الكويت الزميل عيسى. هل من جديد لديك الآن بعد هذه المباحثات الرسمية التي ترأس فيها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الجانب الكويتي وأيضا ترأس فيها الجانب الروسي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؟ الحقيقة لقد تمت للحظة استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضرة صاحب السمو والوفد المرافق له، حيث رحب بحرارة بالغة السيد الرئيس الروسي بحضرة صاحب السمو والوفد المرافق. والآن تتم المباحثات الموسعة بين الزعيمين، وبعد قليل سنشهد توقيع بعض الاتفاقيات، ومن ثم بعدها سيعقد مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف ومعالي وزير النائب الأول رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد. نعم. هل من إشارات عن هذه المحادثات وهذه الملفات التي طرحت في أولى اللحظات عيسى؟ الحقيقة يبدو أن هذه المباحثات ستكون ذات أهمية خاصة وستعرج على قضايا كثيرة ملحة وشائكة في المنطقة العربية والعالم، وتعول روسيا وحقيقة على حكمة صاحب السمو باتخاذ القرارات الحكيمة في قضايا دولية هامة. ونحن نعلم أن دولة الكويت هي لها دور كبير
وثقل نعم. في بث الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم. نعم. ولا بد ولا شك نعم. أن سيتباحث الرئيس الروسي فلاديمير نعم. بوتين مع سموه وسيأخذ بحكم سمو الأمير. نعم. عيسى سأعود إليك بعد قليل إذا توفرت لديك أيضا معطيات ومعلومات جديدة. أتركك عيسى، أعود إليك بعد قليل. أعود إلى دولة الكويت مع الدكتورة مريم الكندري أستاذة العلوم السياسية بجامعة الكويت. دكتورة استمعت إلى دكتور نبيل حاوى وإلى عيسى، يعني جملة من القضايا والمعطيات والإنجازات تتمحور حول هذه الزيارة، أهمية كبيرة في هذه الزيارة في التوقيت في المكان في الزمان. الأوساط الإعلامية الدولية الروسية الكويتية أيضا العالم ينظر إلى زيارة حضرة صاحب السمو نظرة مختلفة تماما لطبيعة الذي يقوم بزيارة حضرة صاحب السمو، تاريخ طويل بهامته وقامته، قائد العمل الإنساني، أضاف للأزمة السورية الكثير، أضاف للمنظومة الدولية الكثير، لأنه في الفترة الأخيرة في تنمية المؤتمر الدولي للتنمية المستدامة لعبت الكويت نعم. دور كبير نعم. بالمقارنة إلى أحجام الدول نعم. وإلى إلى إلى تاريخ الدول. اليوم الكويت أمام روسيا في هذه المباحثات، باعتقادك دكتورة ما الذي سينتج عن هذه الزيارة؟ والله دائما احنا نحن ننتظر، طبعا احنا ما دعما ما نعول على البريدكشنز من الخطوه والاحتمالات اي طبعا بس القراءات الاوليه ولكن القراءات انا اقول لك القراءه قد تكون مناسبه لانهم اختاروا انسان الشخص الموجود انسان له ثقله الدبلوماسي في منطقه الشرق الاوسط واضح، وسمو امير البلاد كذلك يتميز بالخبره العمليه، مش اليوم ولا أمس كان في المسرح الدولي، هو موجود في المسرح الدولي ما شاء الله طولة عمر له تقريبا من 60 سنة واضح نعم. فمعناته من عمر الكويت حتى نعم. الوقتنا الحالي أطلع في عمره يطول بعمرك وعمره إن شاء الله تحس أنه هو موجود في المسرح الدولي يعرف بالقضايا ويأكد لك على أنه الوجود ممثل لمنطقة الخليج العربي تقريبا هي النافذة الأساسية كانت الكويت لدول الخليج absolutely. فحين تلاحظ نقلت هموم ومشاعر absolutely. وطموحات نعم. المنظومة الخليجية نعم. نعم. يعني. في شيء جميل سمو أمير البلاد ايش قاعد يسوي؟ قاعد يأكد للعالم أن السلام والوسطية لربما والدبلوماسية السلام والوسطية والدبلوماسية تستطيع أن تحل ما لا تستطيع أن تحل الحروب أو الآلة العسكرية الحروب على نعم. العسكرية. فأنا أعتقد الـ 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 وهذا أنا أعتقد إحدى السمات الأساسية الموجودة في الثقافة الكويتية منذ بداية وضع الدستور ومن بداية الدستور هي دولة مسالمة طبعا تسعى دكتورة للسلام. الدكتورة عفوا التأكيد على ذلك أيضا في علاقات الدول الدولية دائما نجد الاتفاقيات توقع بالجانب السياسي والاقتصادي نعم. والكويت تشمل وتتنوع في هذه الاتفاقيات جانب سياسي واقتصادي ونفطي نعم. وثقافي وفكري وعلمي وأنت نعم. سبيد أيضا من روسيا، يدل على ماذا دكتورة؟ نشيطة قلت لك إياها، لما تكون واحدة مثل الدول الصغيرة دائما يقول لك ما في مشكلة، هاي الدولة كبيرة عندها إمكانات بشرية وعندها إمكانات مساحة جغرافية وعندها كثافة سكان وهلم مجرة واضح. أنا أعتقد الكويت فترة نشأتها ليومنا الحالي ترى العمر الافتراضي لهذه الدول الكبيرة هي صغيرة العمر من عام 1960، بس إذا خذيناها من البعد التاريخي لوجود هذه القرية وهذه المشيخة وهذه الدولة واضح راح تشوف التطور إذا قارنا يمكن 100 سنة في الفترة اللي كانت تحتفل فيها بعض الدول، يعني حين بعض الدول قاعد تحتفل أمس وقبل أمس قاعد يحتفلون بالحرب العالمية الأولى والثانية صح؟ في ذلك الزمن لم كانت الكويت عبارة عن مشيخ وإمارة فقط لا غير. اليوم بعد 100 سنة الكويت قاعد تسوي ما شاء الله عليها، الكويت من خلال قياداتها السياسية قاعدة تنقل تحركها ونشاطها وثقافتها بالسلام والوسطية والاعتدال إلى المنظومة العالمية حتى في تاريخ الدول عفوا طبعاً, طبعا أن تستقل طبعاً دولة وقبلها إمارة طبعاً وتعطي هذا العطاء الإنساني والتنموي على صعيد البشرية بالرغم بعد بضيف بالرغم من التحديات السياسية اللي واجهت دولة الكويت خلال من 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 خلال أكثر من 60 والفترة المعاصرة حاليا يعني لو من اللافت الانتباه دكتورة قبل أن أذهب إلى التقرير دكتورة، حتى الكويت في الغزو في أشد الظروف في أحلك الظروف لم تتأخر
في دعم المنظمات والتزاماتها وتعهداتها، ولعل هذا يعني استثناء في تاريخ الدول. أصلا الأمم المتحدة بعض المنظمات اللي نعرفها تشتغل مع الكويت، منظمات الأغذية، منظمة اليونسكو وهذا، والهجرة واللاجئين كلهم. تقول دكتورة دائما الكويت سباقة في أنها تدفع النسبة لها وهذا وزيادة. الجزء وهذا الرسمي على الخط الغير رسمي، الهبات والمساعدات اللي تكون موجودة لهذه الدول بدون ما تكون للكويت أي بنفت أو فائدة تأخذها، إلا أنها تكون مع الموقف مؤازرة اللاجئين، مؤازرة الفقراء، محاربة الأوبئة، محاربة الجهل في أفريقيا. نعم جميل دكتور، أنا بناقشش بهذه النقاط وصورة الكويت على صعيد المشهد الإنساني العالمي، لكن دكتورة ننتقل إلى تقرير بادرت دولة الكويت قبل 52 عاما بكسر الحواجز من خلال إقامة علاقات دبلوماسية كما ذكرت الدكتورة مريم الكندري أستاذة العلوم السياسية بجامعة الكويت مع موسكو، لتكون بذلك أول دولة في منطقة الخليج العربي تقيم علاقات مع الاتحاد السوفيتي السابق. وامتدت هذه العلاقات وتجدرت مع روسيا الحديثة على عدة مستويات، وعلى رأسها التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري. العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الكويت وروسيا الاتحادية تشهد تطوراً ملموساً في شتى المجالات، بما يؤكد التوجه المشترك نحو تكثيف التعاون بين الجانبين وعلى رأسها التعاون الاقتصادي. وتعد زيارة رسمية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابري الصباح إلى روسيا الاتحادية نقطة ارتكاز مهمة تدل على تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، ويرتبط الجانبان الكويتي والروسي بعلاقات اقتصادية وثيقة من خلال عشرات الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، وفي مقدمتها اتفاقية التعاون الفني والاقتصادي التي تم توقيعها عام 1965، تبعها اتفاق تجاري رئيسي في نوفمبر من عام 1985، وبعدها الاتفاق المهم لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي عام 1995، ثم دخلت اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الكويت وروسيا حيز التنفيذ في مايو من عام 1996، بينما تم التوقيع على آخر الاتفاقيات بين البلدين عام 2003، وهي اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي. ويمكن القول إن مجمل ذلك يدل على الأهمية التي يوليها الطرفان لبناء علاقات تجارية فعالة، وهو ما تشير إليه مشاركة الكويت في معرض أريبيا إكسبو الذي أقيم في موسكو عام 2008، حيث أكدت الكويت حرصها على تقوية الروابط التجارية الثنائية مع جمهورية روسيا الاتحادية. وبعد التحسن الملحوظ الذي طرأ أخيرا في التعاون الاقتصادي بين البلدين لا سيما في مجال الغاز الطبيعي المسال، هناك العديد من المبادرة المعنية بتوسيع التعاون الاقتصادي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي يطمح لها سمو الأمير خلال مباحثاته الرسمية مع الرئيس الروسي. حياكم الله من جديد. إذن الكويت وروسيا علاقات استراتيجية سياسية متينة واقتصادية أسسها وأرسى دعائمها حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عبر سنوات طويلة من العطاء السياسي والتنموي في هذا المقام. عود إلى ضيفتي في الاستوديو الدكتورة مريم الكندري. دكتورة، له لفت انتباهي في التقرير الماضي بأن سمو الأمير يريد في هذه الزيارة إلى جانب أمور كثيرة طبعا توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري في كثير من هذه المباحثات وهذه الزيارة، لكن أيضا على الطرف الآخر دكتورة الجانب الأمني والجانب الإرهابي ألقى بظلاله على المشهد في صورة المشهد الكويتي والروسي. الكويت تعرضت إلى تفجير مسجد الإمام الصادق في الآونة الأخيرة، وأيضا الطائرة الروسية، والآن الأنباء المتواترة بأنه يعني التحقيقات الأولية تقول بأنه عمل إرهابي في المقام الأول. ما هو يعني نسبة هذا الحديث
ونسبة هذه القضية في المباحثات بين الكويت وروسيا إذا أخذناها في منظور التعاون الاستخباراتي والأمني أيضا بين الدول؟ والله أنا أعتقد في الوقت أنا أعتقد الكويت بالفعل يعني إحدى الدول لو عفوا تتكلم عن الإرهاب الناس تشوف الإرهاب في اللحظة هذه، ولكن كدولة صغيرة الكويت تعرضت أمانة الإرهاب في فترات النزاع السياسي في بينها وبين دول على سبيل المثال بس وليس الحصر. الكويت في السابق في فترة الحرب العراقية الإيرانية تعرضت ناقلات ناقلات نفطية حتى مش وتهديد المقاهي الشعبية واختطاف الجابرية كل هذا يعتبر المقاهي والمقاهي وهذا كان إرهاب بشكل ما. فمع الأسف الشديد الدول الصغيرة وذات المساحة الجغرافية الصغيرة دكتورة في عامل مشترك بين الكويت وروسيا فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب. طبعا محاربة الإرهاب 100% بس أنت شو تقول يعني بمعنى آخر تحارب الإرهاب لما اندعس قبل لا تطلع هذه المشاكل كانت هناك دعوة من الكويت والمملكة العربية السعودية دق ناقوس الخطر قبل ظهور وستدي التأكيد على شنو الوسطية على الاعتدال كثقافة كقيمة وفي جزء المجتمع الكويتي وكدين إسلامي وكدين أيضاً. كدين واضح ولكن مع الأسف الشديد المتغيرات السريعة على الشارع والمسرح الشرق أوسطي ما قاعد يسمح لهذه الثقافة أن تتبلور وتظهر أفرعها وشجرتها بسبب التحديات اللي بالفعل قاعد تواجه منطقة الخليج يعني التحديات الأمنية أخرت التفكير الثقافي والعلمي أنت لما حتى لو تحط بذرة تبي تسقيها عشان تطلع للشارع بذرة الوسطية والاعتدال طلعت في مؤتمرات الأوقاف السعود المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول حتى الإمارات أخواتنا الدول الجي سي سي حاولت قدر المستطاع تزرع بذرة الاعتدال والوسطية مع الأسف الشديد على الخط الآخر الغير رسمي الإرهاب كان يتحدى هذه الدول ويؤزم إمكاناتها لدعم قضايا التنمية والسلام. فبالفعل لا تستطيع أن عندك منظمات الإرهابية نسميها أو المنظمات الغير شرعية اللا رسمية تدعم من قبل أطراف على المسرح الدولي أنت لا تعرف ما هي الأطراف ولكن تدعم من قبل أطراف تأزم الموقف لهذه الدول. أيضا على الجانب الآخر حتى يعني لا نسبقنا الوقت التعاون العسكري بالنسبة للتسليح والمؤسسة العسكرية الروسية والتاريخ الروسي العتيد والقديم في المنظومة العسكرية كيف يمكننا أن في الكويت أن نستفيد أيضا من الزيارة عبر طرق الاتفاقيات؟ حتى الاتفاقيات لو تشوفنا من عام من فترة ما بعد التحرير وحتى يومنا الحالي كانت العلاقات قريبة بيننا وبين المنظومة الاتحاد الروسي الاتحادية واضح فبالفعل كان في نوع من التبادل ولكن بشكل خفيف نوعا ما لأن السلة كانت نوعا ما تميل إلى الكفة الرأسمالية الأمريكية والأوروبية. والفرنسية الفرنسية الألمانية البريطانية هذا هو الجانب الواضح الرسمي. بس الكويت لأنها مستمرة في علاقاتها كذلك مع روسيا البيضاء نسميها فأنا أعتقد استمرت تكون أو مؤكدة على أن بالفعل لا تستطيع أن تستقني عن الذراع الروسية في المسرح الدولي. سياسة وحنكة وخبرة سمو الأمير لا, لا, لا يغلق الباب فقط على القارات الأخرى منفتح على جميع الدول الدبلوماسية رائعة احنا ماذا نسمي في علم السياسة أنا مدرس علوم سياسة أعطي درجات امتياز بمرتبة شرف في سياستها الخارجية أمانة يعني عفوا هذه العلاقات الكويت لم تنغلق دكتورة مفتوحة على مصراعيها مع الدول هذا اللي أنا عفوا أقصد أن الكويت لم تنقلب من رغم شنو أنت عندك تحدي في بعض الدول لما تواجهها مشكلة تنغلق وفي دول بالفعل منقلقة وتعيش في عزلة absolutely. الكويت من بدت في ثقافة الاقتصاد في ثقافة الحوار في ثقافة السلام تخرج إلى الخارج وعلى حسب إمكاناتها المادية المتوفرة تقدر تساعد تقدر تقدم دعم لوضع حلول مرحلية سواء ماديا أو معنويا للدول نجحت في ذلك. وأنا أعتقد في الخطوة هذه بعد المضي تقريبا 5 سنوات من المشكلة السورية الموجودة وطبعا وضحايا هذه الحرب الموجودة على الأطراف دول الجوار القريبة من سوريا في لبنان في الأردن وانعكاسها على كل منطقة الشرق الأوسط وشنه تهديدها للأمن مو بس في الكويت عفوا الكويت المملكة العربية السعودية وغيرها من والبحرين وغيرها من الدول هذا بحد ذاته يعتبر شيء ممكن يشل الذهن الإنساني في نعمل قرارات برغماتية. الكويت خرجت من هذا الشيء إلى
من هذا الإطار وهذه المنظومة. نعم خرجت من هذا الإطار لوضع خطوة براغماتية للاتصال بالدول الكبرى المعنية في هذه القضية. ونحن نعلم أن روسيا كانت لها هي والصين اللاعبين الأساسيين لهم مصالح في هذه الدول. نعم. في المرحلة الأولى كانوا موجودين في القضية وكنا ننتظر كلنا ماذا سيحدث. هذا تحرك صحيح لدولة الكويت مراعية فيها مصالح الوطنية الخاصة ومراعية فيها مصالح منطقة الشرق الأوسط العربي والإسلامي أمانة. دكتورة بهذا المقام دكتورة هذه الزيارة تشكل أهمية بكل المقاييس. حضرة صاحب السمو بنى جسور من الثقة المتبادلة نعم بين الكويت وروسيا. اليوم هذه الزيارة تشكل أيضا أهمية كبيرة لأنها لأول أمير لحضرة صاحب السمو يقوم بهذه الزيارة وبالتالي تكتسب أهمية. هذا الجسر المتين دكتورة سيخلق وسيفتح خارطة الطريق، أولى محطات خارطة هذه الطريق أين سنقرأها دكتورة في التعاون الروسي الكويتي؟ أنا أعتقد التبادل ما يطلق المنافع الاقتصادية قد تشكل ركيزة أساسية لإدخال اتحاد روسيا الاتحادية في المنظومة لتكون جزء من المنظومة الشرق أوسطية أماتن. عدم عزل هذا الخط، عدم عزل اتحاد روسيا البيضاء من هذا الخط أنا أشوف شيء محمود لتعمل مع المنظومة لخلق السلام. فهي دولة لها اعتبارها الدولي منذ سنوات. ارتفاع أيضا التبادل التجاري بين الكويت والاقتصادي ممكن يصير، ممكن يصير تبادل تجاري أكبر كذلك، ممكن يصير أكثر في تفاعل. لا تنسى روسيا البيضاء قريبة من دول هامة لنا، بحر قزوين، وجود الغاز الطبيعي، الصراع السياسي الاقتصادي الموجود على منطقة بحر قزوين والنفط يشكل أهمية كبرى لهذه الدول اللي تعتمد في دخلها الأساسي على النفط. فأنا أعتبر إذا تريد أن تخلق السلام إذا استثمر في الاقتصاد ولتجعل الجسور الاقتصادية وتأتي من بعدها كذلك الجسور الثقافية والجسور الإنسانية عوامل مؤكدة لاستقرار هذه المنطقة بأكملها وليست وحدها. فإدخال روسيا البيضاء في عملية معالجة قضايا الإرهاب في المنطقة ليكون ربما حل أفضل من عزلها بتاتا من مشاركة صناعة القرار الدولي في هذه المنطقة. دكتورة كل الشكر والتقدير لدكتورة مريم الكندري أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت. حاولنا قدر المستطاع مشاهدين الكرام أن نسلط الضوء على هذه الزيارة المتينة القوية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه الذي يقوم الآن بزيارة إلى روسيا ويجري خلالها مباحثات رسمية ويوقع جملة من الاتفاقيات المهمة في شقها السياسي والاقتصادي والعسكري والتنموي والثقافي. ستكون هذه الزيارة كما عولنا وذكرت الدكتورة وذكر أيضا المحللين والسياسيين الذين قابلناهم في هذه التغطية بأنها ستكون محط أنظار العالم في هذه الزيارة نظرا للظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة والتهديدات التي تحيق بهذه المنظومة. كل الشكر والتقدير، نلقاكم إن شاء الله في الساعة القادمة ومزيد من التغطية في هذه الزيارة. شكرا لكم وإلى اللقاء. شكرا دكتورة. شكرا لهامي على الحوار محاورك الجميلة. شكرا على الحوار.